ولدي كيمشي يقرا مع الجيران، ملي سالو من الحفاظه انا هادو كيجوي شويه بالكره في السطاح، طارت لي الكره فوق الزنق، ولدي بغي يجبد الكره من فوق الزنق، راه غبيه الزنق وي بان لي داك الخيط كيتسحبو نشار ديال الحوايج، هو خيط ديال الضو عريان، ولدي قال انا غادي طايح اللهم نشد في الخيط، مني تلعب على الخيط شد في الخيط هو السلك ديال الضو، ولدي هو يلصق. السلك ديال الضو شحال فيه تقريبا ديال الفول؟ هو بحال ما هذا الفول فيه عالي، الفول عالي زعما؟ الفول عالي راه كاين شي 300 وكذا ديال الضو اللي دايزه، 300 ديال الضو اللي دايزه والخيوط عريانين فوق السطوحه. والدري شحال عنده؟ شحال عنده؟ ولدي عنده 13 عام. كيفاش كيقرا؟ كيقرا لي في الخامس. ومات مسكين في البلاصه؟ مات في البلاصه، لصق يعني ولدي لصق بالضو. ومسكين امو كيبقاش ملي سالت. وماشي غير الاول اللي مات، ماشي غير ولدي اللي مات. الله اكبر. يعني راه ثلاثه النفوس اللي واقعه لهم الضحايا نفس الحاله. نفس الحاله. تا هما ماتوا؟ اه تا هما ماتوا. في هذه البلاصه فين مات ولدي ولد مولا الدار تا هو ميت تما. انظركم لما كتحملوا هذه المسؤوليه شكون كيتحمل؟ وكيتحملوها راه كيتحملوها المسؤولين ديال الضو. هاد الناس ديال الضو هما اللي كيتحملوا هذه المسؤوليه هذه. ولدي ضيع لي انا. خيط ديز من فوق السطاح بعيد ب 20 سنتيم. دابا هذا البني هذا اللي كاين هنا اللي فوق منه هذه الخيوطه ديال الضو بالفولت عالي، واش مرخص ليهم ولا بني؟ انا ما نقدرش نهضر معاك على البني وما نقدرش نهضر معاك على هذا الاستثمار ولا كذا، انا كنهضر على الضو اللي ضرب ولدي سيتو. وبالنسبه لمو كيبقاش على الحادث اللي قاس ولدي انا توليت ميتم من ولدي، عنده جوج توام بقى لي واحد. دابا كيفاش غيديروا معايا انا في هذه الحاله اللي ولدي ضاع عليا بسبب الضو؟ الضو دايز من فوق السطاح امبوسيبل. ديجا درتو شكايات على وديت هذا المشكل هذا؟ راه طروات الحالات، ثلاثة الحالات اللي دازوا من هنا، راه ماتوا راه ثلاثة الحالات اللي عندنا، ماتوا جوج ولدي وميت واحد آخر وواحد مشى ليه نصو بالضو. وباقي الضو هو الضو، الخدمة ديال الضو باقا هي الخدمة ديال الضو دايز عريان. المكتب الوطني ديال الكهرباء جاو عزاوكم عرفتوا؟ ما جاو عندي لا لا ما جاوش عندي ما لا علاقة. لا ما جاوش عندي لا علاقة. حتى شي مسؤول ما لا والو ما جاوش عندي كاع المسؤولين ديال الضو ولا كذا. الطب الشرعي شنو قال لكم؟ الطب الشرعي اش قال لي؟ مات في البلاصة الدري. مات في البلاصة الدري. الدري لصق مع الضو. ما كاين التقرير. طال لنا ما طال انا ما عنديش العقل باش غنميمواري قبل. وبالنسبه مو مو كيبقاش مسكين. امو راه غادي تسطى على ولا. لا حول ولا قوه الا بالله. امو كضرب بجنابه عندها جوج توام مشى واحد بقى واحد كيشبه ليه ما عمرها غتنساه. وكان عا واحد غيمشي غننساوه. دابا مخلي لي الفوتوكوبي واش انا غننسى ولدي اللي مات؟ لا حول ولا قوه. ما غننساش ولدي اللي مات. ما ساهلش. وهذا هو اللي غادي نقول لك اللي كاين ها هو راه باين. الرسالة ديالك المسؤولين امام ربي وامام والمسؤولين ها هو باش غنقول لك العشوائي ولا راه كاين اللي ما عندوش تبين يسكن ولادو كاين اللي ما عندوش تبين يوكلهم. الله يحسن العوافي. هادشي ما غندخلش فيه ديال العشوائي. انا كنهضر على الضو بصفة عامة. لأن الضو ما معاش اللعب. الضو ما معاش اللعب ولدي كيشد في الضو مات. دابا مازال كادو تراو ناس اخرين يقدو بزاف مازال غيموتوا عباد الله بسبب هاد الضو هذا. واخا شريف هاد الدوار هذا شحال العمر ديالو؟ شحال من عام؟ اخويا ما نقدرش نقول لك انا على الدوار كدا هاد انا 14 عام ولا 15 عام باش كنت في هاد المنطقه قاعد العشوائي ساكن فيها انا. عندي 8 الاولاد ما عنديش باش نكري لهم في المدينه، كنت في المدينه وهربت منا. يعني جيت لسكن حتى حتى واحد ما بقى يكري ليا. مني هربت هذا العشوائي بحال استفدت من هذا العشوائي بشي حوايج لان تشوف الناس كيفاش كيعيشوا. بغيت هادشي يسمعوا الجلاله، بغيت هاد النداء يسمعوا الجلاله لان كون طالع على هادشي اللي واقع يعني ما عرفتش كيفاش ما عرفتش غنقول لك كاع ما عرفتش كيفاش رد الفعل ديال هاد المسؤولين ولا هاد الضو دايز عريان بلا ما مغلف من فوق السطاح بعيد ب 20 سنتيم امبوسيبل. هو هذا الخيط هو هذا هو هذا هو الخيط اما ثلاثه من فوق السطوحه كيفاش كتنشر كيفاش كتنشر حداه ها نطلعك السطوحه كتنشر حداه الضوء ملي كتكون الشتا كيفاش كتكون الحال كيفاش كتكون الحال ويلا الا كان الشتا تقدر تطلع السطاح يقدر يشدك يعني بحال كتغامر كتريسكي يعني بحال كتريسكي حدا ذاك الضوء بالنشير يعني تقدر تموت ها غتنشر الحوايج ولا غتموت؟ والبركة هذا هو اللي كاين هذا هو اللي غنقول لكم راني تقجيت من البارح وانا كنهضر ما مشى معاك باس اخويا